عودة مرة أخرى إلى الخبر المتعلق بالطائرة الروسية المنكوبة في سيناء والتصريحات الروسية بشأن وجود قنبلة شديدة الانفجار على متن الطائرة. ينضم إلينا هاتفيا الدكتور نبيل رشوان المتخصص في الشأن الروسي، يتحدث إلينا من موسكو. أهلا بحضرتك دكتور نبيل. أهلا وسهلا، إزي حضرتك؟ أهلا بدكتور نبيل. مبدئيا كيف ترى هذه التصريحات التي أتت من وكالة الاستخبارات الروسية وتصريح بوتين بأنه سيلاحق الإرهابيين أينما كانوا؟ هو طبعا رئيس المخابرات مستر بورتنيكوف قدم النهارده تقرير نهائي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وطبعا الرئيس الروسي توعد من قام بهذا العمل بمعاقبته وملاحقته اينما كان. يعني انا ليس لدي شك في ذلك، لانه المخابرات الروسيه والقوات الامن الروسيه لديها القدره، فقد قامت بملاحقه الكثيرين من المقاتلين الشيشان وقتلت زليمران خان يندربيف اعتقد في الامارات او في قطر وغيره من القاده الشيشانيين الذين ارتكبوا جرائم بحق روسيا، لاحقتهم وقتلتهم حتى خارج روسيا، والبعض قتل في تركيا والبعض قتل في بعض الدول الاوروبيه. ولذلك ليس لدي شك بان الرئيس الروسي سوف يوقف بعضه ان عاجلا او اجلا. طب هل تتصور او يعني تتوقع شكل المساعده مع الجانب المصري، ام روسيا ستعمل بمفردها في هذه الناحيه؟ لا اتصور ان روسيا سوف تتعامل بهذا الشكل مع دوله صديقه وسوف تتعامل بمفردها. هي بالتاكيد سوف تتعاون مع الجانب المصري في هذا الشأن، لأن أنا أعرف أن روسيا يعني لا تقبل أن يتدخل الغير في شؤونها وخاصة تلك الأمنية، وأتصور أن روسيا سوف تقوم بالتعاون الوثيق مع الجانب المصري في هذا الشأن. طب دكتور نبيل، هل تتصور ان التاكيد على ان الطائره الروسيه سقطت بفعل انفجار قنبله، هل من رايك ان هذا سوف يؤثر على موقف بوتين في الوضع الداخلي او تاثير على سياساته الخارجيه؟ لا، هنا المجتمع الروسي لا ينظر لهذه المساله، فالموضوع خارج يعني نطاق الرئيس بوتين. الموضوع حصل الانفجار او سقوط الطائره حدث خارج حدود روسيا، وهذه المسألة ربما سوف يعني تعطي تأييد لقرارات الرئيس بوتين، سواء من حيث ملاحقة هؤلاء الإرهابيين أينما كانوا أو حتى من حيث قصف القوات الروسية والطيران الروسي لمواقع الإرهابيين في سوريا. وبالعكس انا اتصور انها ستدعم موقف الرئيس الروسي حتى ربما في مساله وقف الرحلات الجويه لحين تامين المطارات المصريه بما يكفي ومطابقتها للمواصفات المطلوبة تأمينيا كما يقولون هنا في روسيا. نعم. طيب دكتور نبيل، سؤال أخير بشكل أكثر إجمالا، يعني الحادث الإرهابي في فرنسا دعا فرنسا الآن إلى أن تطلب مساعدة من الاتحاد الأوروبي في محاربتها ضد الإرهاب، هل برأيك أن روسيا قد تطلب أيضا مساعدة من المجتمع الدولي في حربها ضد داعش، بما أن داعش هي العدو المشترك لكل الدول الأوروبية وللمجتمع الدولي بصفة عامة؟ روسيا لا تحتاج الى طلب مساعده، فقد طلبت التنسيق مع الولايات المتحده وطلبت التنسيق تنسيق استخبارات وطلبت التنسيق مع العديد من الدول، وحتى روسيا عندما بدات عملياتها في سوريا كونت حلف مكون من ايران والعراق وسوريا وروسيا، وهي تدعو الاخرين، وهي قالت من قبل ان هذا الحلف مفتوح للجميع، وعلى الجميع من يريد ان يشارك معنا في مكافحه الارهاب عليه الانضمام الى هذا، وهي حتى وقت قريب جدا وفي مجموعه العشرين وقبل ذلك في لقاء فيينا طلب وزير الخارجيه ايضا من الولايات المتحده التنسيق مع روسيا في محاربه داعش، وطلب والرئيس طلب وما زال يطلب
التنسيق مع التحالف الدولي لمكافحة داعش والإرهاب في السوري. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور نبيل رشوان المتخصص في الشأن الروسي، كنت معنا على الهاتف من موسكو. وينضم إلينا أيضا